عاد أيلولك الصباح جديدا. عاد أيلول، فجر الثورة الخالدة وحلم اليمنيين التواقين للحرية والكرامة. هي مناسبة لنا جميعا أن نهتم وأن نفخر بها، لأنها يوم تحرر فيها اليمنيين من العبودية. السادس والعشرون من سبتمبر عيد وطني مجيد، يهتف الجميع هنا ويتخجونه يوما أبيضا تخاوت فيه الإمامة وحصونها أمام إرادة ثوار الأبطال الذين لونوا بدمائهم مستقبل اليمن الجمهوري وصاغوا عهده الجديد بارق أمل وطوق نجاة من أزمنة الظلامية وحكم الفرد. إن معركتنا مع الإماميين الجدد مستمرة، وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية لتحرير الوطن من شر العصابة الخبيثة التي قضت على كل جميل وسودت كل أبيض. فعاليات فنية متنوعة أحيتها السلطة المحلية بالجوف احتفاء بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، وتعبيرا عن الرفض الشعبي الكبير للإمامة وتاريخها الأسود الذي يحاول أحفادها الإماميون الجدد جر اليمنيين إليه من جديد وإغراقهم البلاد في حروب عبثية الموت شعارها وسبيلها الوحيد. في فجر 26 من سبتمبر أعلن فيها عن الحرية والقضاء على الكهنوت. إنه أيلول، روح الجمهورية والصبح اليمنيين النابض بالحياة، يحتفلون في ذكراه 55 ويبتكجون به يوما عظيما وخالدا في تاريخ اليمن أرضا وإنسانا. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.